طيب اوكي، ولا يهمك، ان شاء الله خير. انت بس قولي لي على ميعاد الطياره. طيب ماشي. لا مفيش مشكله خالص. حاضر اوكي، ان شاء الله خير ان شاء الله خير. انت بس قولي لي على ميعاد الطياره. ماشي يلا، مع السلامة. انت بتحجز نادية؟ لا، نادية حجزتها من امبارح. امال كنت بتكلم مين على ميعاد الطيارة؟ ميرفت. نعم، ميرفت وكرم نازلين بيروت قريب. ونازلة بيروت تعمل ايه ان شاء الله؟ مش عارف، انا زيك بالظبط استغربت لما سمعت الحكاية دي. بتقول انها نازله بيروت تستقر علشان كرم يبقى ما بيني وما بينها في نفس الوقت. الزهرة عندها شويه مصايب عايزه تعملها من اول وجديد، صح؟ والله هي بتقول انها نازله المره دي عشان كرم. وانت صدقتها؟ مش مهم اصدق ولا ما اصدقش، المهم ان ابني هيرجع لي. بعد كل اللي حصل مش قادر تفهم ان ميرفت بتستخدم كرم ورقه تلعب بيها؟ فاهم، وللأسف هتفضل تكسب. عارفة ليه؟ عشان أنا مش هتخلى عن ابني تاني. حسام استنى، أنا لسه ما خلصتش كلام. عاوزة تقولي إيه يا فرح؟ عاوزة تخيريني ما بينك وما بين ابني؟ عاوزة تقولي لي أنا يا هو في البيت يا حسام ولا إيه؟ لا، مش هو ده اللي أنا عايزة أقوله. أمال عاوزة تقولي إيه؟ عاوزة أقولك لو كانت ميرفت جاية تحارب فرح الضعيفة فدي خلاص ما بلهاش وجود. هي جاية تحارب دلوقتي فرح القوية، فرح الكاتبة اللي بتكتب فيلم لأهم نجمة عربية، فرح اللي معاها فلوس، اللي عارفة هي بتعمل إيه وبتتصرف إزاي. صدقيني والله العظيم أنا حاسس بيكي، حاسس بمشاعرك ومقدرها كمان. بس عارفه انا ايه اللي مزعلني؟ انك انت بقيتي بتاخدي كل الامور عباره عن حرب ومواجهات وغليان. صدقيني يا فرح، ده مش كويس علشانك ولا علشاننا ولا عشان حياتنا. عشان خاطري ارجعي تاني فرح، فرح اللي انا حبيتها. انت بتقول الكلام ده ليه انا يا حسام؟ أنا نفسي أعيش معاك حياة هادية من غير مشاكل ولا حروب ولا وجع قلب. بس خلاص، واضح إن ده قدرنا، صدقني نقدر. صدقيني والله العظيم نقدر، نقدر نعيش حياة هادية ومن غير مشاكل ولا حروب. لو عاوزين هنقدر، صدقيني. ما قلتي لي شو رايك؟ كثير حلو الصراحه. هيدا رح يكون كله مكتبي. اوكي، وانت مكتبك رح يكون هونيك لحد دغري. ماشي، امتى رح نبلش؟ طيب شو امتى؟ خلص بلشنا، واليوم رح نشتغل على اول فكره تبع المشروع السياحي. يوم تعي بدي فرجيكي هيدا لاندسكيب، نحن رح نصوره من فوق بالطياره كرمال ناخد كل المشروع السياحي نعمله دعايه. اوكي شوفي، هيدا كله مبين من فوق، عندك الدراج هون، طلعي هون. ريان قول لي ايه الاخبار؟ طيب على كل حاجه جاي على المكتب. صحيح، هي لامار نزلت شركتها النهارده؟ طب خلاص، انا كده كده قريب منها، عدى عليها شويه. سلام.